السلام عليكم نتابع مع طلبة الصف الثاني عشر العلمي والصناعي مراجعة مادة الرياضيات واليوم راح نشوف الوحدة الثانية ودرس نظرية رول ونظرية القيمة المتوسطة وهي وحدة تطبيقات التفاضل الآن خلينا نروح على نظرية رول ما هي شروط هذه النظرية وما هي نتائج هذه النظرية شروط نظرية رول إذا شروط النظرية حتى نتحقق من أن النظرية تتحقق على الاقتران عندنا ثلاث شروط واحد قاف السين اقتران متصل على الفترة المغلقة من ألف إلى باء اثنين قاف السين قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة ألف وباء والشرط الثالث قاف الألف يساوي قاف الباء إذا لما بتتحقق من شروط نظرية رول لازم تتحقق من الشروط الثلاثة اللي أمامنا إنه قاف سين أول شيء متصل على الفترة المغلقة المعطاة ألف باء وقابل الاشتقاق على الفتره المفتوحه الف باء وقاف الالف تساوي قاف الباء، اذا تحققت هذه الشروط ما هي النتيجه؟ ما هي نتيجه النظريه؟ ما هي نتيجه النظريه؟ طبعا النظريه بنحكي عن نظريه رول، النتيجه انه يوجد عدد حقيقي يوجد عدد حقيقي يوجد عدد حقيقي واحد على الاقل اقل شيء بنلاقي واحد اقل شيء بنلاقي ممكن نلاقي اكثر بس اقل شيء بنلاقي واحد طبعا جيم هذا العدد يوجد جيم هذا الجيم ينتمي للفتره المفتوحه من الف الى باء ينتمي للفتره المفتوحه الف باء شو شو هذا الجيم حيث قاف فتح الجيم تساوي صفر. اذا شروط النظريه نروح كمان مره ما هي شو المعنى الهندسي للنظريه؟ عندي قاف السين قابل آه متصل وقابل اشتقاق وقاف الالف بيساوي قاف الباء. عندي هاي آه الف مثلا وهي باء وهي عندي قاف الالف نفرض ان نكون قاف الالف اي قاف الالف قاف الالف بيساوي قاف الباء حسب ما بتقول النظريين يوجد جيم على الاقل جانت من الفتره المفتوحه من بحيث ان قاف فتح الجيم بيساوي صفر اي ان ميل ميل المنحنى عند هذه النقطه بتساوي صفر اي ان المم يوجد نقدر نرسم عند النقطه هذه مماس افقي مماس افقي مماس افقي, مماس أفقي ايش قديش بين بساوي بيساوي صفر اذا لما بيكون عندي هاي الشروط الثلاث النتيجة يوجد جيم على الأقل ينتمي إلى الفترة المفتوحة ألف با حيث أن قاف فتح الجيم بساوي صفر إذا واضح شروط النظرية ونتيجة النظرية خلينا نمشي ونشوف نطبق على هاي النظرية إذا الآن إحنا في عندنا بعض الأمثلة والتمارين اللي بنحلهن على تطبيق على على النظرية سؤال بيقول ليكن قاف السين يساوي سين ناقص واحد جيب سين سين تنتهي من الفترة المغلقة صفر واحد باستخدام نظرية ترول إذا ما دام بدنا نستخدم نظرية ترول لازم الشروط الثلاثة يتحقق إذا واحد قاف السين متصل على الفترة المغلقة صفر واحد لأنه حاصل ضرب اقترانين متصلة إذا س ناقص واحد كثير حدود متصل جانب س دائري متصل على ح إذا متصل في متصل بيعطينا الجواب متصل اثنين قاف السين قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة من صفر إلى واحد كمان لأنه حاصل ضرب اقترانين قابلان للاشتقاق. ثلاث قاف الصفر تساوي صفر ناقص واحد في جيب الصفر ويساوي ناقص واحد ضرب جيب الصفر صفر يساوي الجواب صفر قاف الواحد. ساوي واحد ناقص واحد في جيب الواحد ويساوي صفر في جيب الواحد ويساوي الجواب صفر إذا شرط الثالث قاف الصفر يساوي قاف الواحد بما أنه بحقق هذول الشروط الثلاث إذا بنرجعنا من إلى النتيجة الآن ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يوجد جيم على الاقل بحيث ان قاف فتح الجيم يساوي صفر نشوف قاف فتح السين اول شيء قاف فتح السين يساوي حاصل جايب مقترنين الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول اذن المشتقه تساوي س ناقص واحد جتا س زائد جيب س. قاف فتح الجيم، قاف فتح الجيم تساوي ج ناقص واحد جتا ج زائد جيب جيم بيقول تساوي صفر حسب النظرية حسب النظرية بيقول إنه يوجد جيم على الأقل بحيث قافه فتح الجيم بيساوي صفر قاف فتح السين هيا قاف فتح الجيم جيم ناقص واحد جتا جيم زائد جيب جيم إذا خلينا نقسم على جتا على جتا جيم على جتا جيم على جتا ج إذا أصبح عندي جيم ناقص واحد يساوي جيب جيم على جتا ج يساوي عفوا زائد ظل جيم يساوي صفر إذا ظل جيم يساوي انقل هذا على الجهه الثانيه اذا واحد ناقص جيم اذا اثبتنا انه بطريقه نظريه رول انه ظل جيم بيساوي واحد ناقص جيم. هيك بكون اثبتنا باستخدام نظريه رول شروط والنتيجه. حقق الشروط خذ النتيجه فورا واعتمد على النتيجه لاثبات المطلوب في السؤال. طبعا نوعيه اخرى من الاسئله أسئلة تيجي اثبت اسئله تتحقق اسئله فيها متغيرات بس كله باستخدام شروط ونتيجه رول نظر على السؤال اذا كان قاف س يساوي س تكعيب زائد ب س س اكبر من صفر اصغر من واحد ألف س تربيع زائد د س س اكبر من واحد اصغر من يساوي اثنين يحقق يلي يحقق شروط رول اذا هو متصل على الفتره المغلقه صفر واثنين قابل الاشتقاق على الفتره المفتوحه صفر واثنين و قاف الصفر يساوي قاف الاثنين في عندنا ثلاث ثوابت اذا بدنا ثلاث معلومات او ثلاث معادلات منهم. واحد قاف السين متصل على الفتره من صفر لاثنين حسب ما انه الشروط تحقق معناته قاف السين متصل على او متصل عند س بتساوي واحد متصل عند س بتساوي واحد ما معنى متصل اي ان نهايه لما س تقترب من الواحد من اليسار لسين تكعيب زائد با س من اليسار تساوي نهاية لما س تقترب من الواحد من اليمين لألف س تربيع زائد د إس، أو الواحد واحد, واحد تكعيب واحد زائد ب في واحد ب تساوي ألف في واحد ألف زائد د في واحد زائد د إذن ألف زائد د ناقص ب يساوي واحد ألف زائد دال ناقص باء يساوي واحد هاي معادلة رقم واحد من خلال الشرط الأولى اثنين قاف السين قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة من صفر لاثنين إذن قاف فتح السين يساوي ثلاثي سين تربيع زائد باء لما أكبر من الصفر وأصغر من الواحد واثنين ألف س زائد د لما أكبر من الواحد أصغر من الاثنين ما دام قابل للاشتقاق إذن هو قابل للاشتقاق عند عند الواحد هذا يتضمن إنه قاف فتح الواحد من اليسار يساوي قاف فتح الواحد من اليمين إذا نعوض بدل الواحد في شمال اللي عبارة عن ثلاث في واحد تربيع، واحد تربيع في ثلاث بثلاث زائد باء يساوي اثنين ألف، عوض الواحد كمان في ثاني زائد دال والمعادلة الناتجة هي اثنين ألف زائد دال ناقص باء يساوي ثلاث وهي المعادله رقم اثنين الشرط الثالث ثلاث ثلاث قاف الصفر بيساوي قاف الاثنين حسب الشرط قاف الصفر يساوي شو بيساوي قاف الصفر بيساوي صفر تكعيب صفر زائد ب في صفر بصفر اذا هذه يساوي صفر ساوي خلينا بس نشوف اذا ساوي صفر وقاف اثنين يساوي الف اثنين تربيع اربعة في الف اربعة الف زائد دال في سين دال في اثنين اثنين دال إذا هاي المعادلة رقم ثلاث وهي أربعة ألف زائد اثنين دال تساوي صفر لأنه قاف الصفر بيساوي قاف الاثنين إذا صار عندنا ثلاث معادلات نجمعهن مع بعض معادلتين هذول نجمعهم مع بعض في عندي ألف زائد دال ناقص باء بيساوي واحد وعندي اثنين ألف زائد دال ناقص باء بيساوي ثلاث من طريق الحذف ممكن نغير إشارة هاي ناقص ناقص ألف ناقص دال زائد با ناقص واحد إذا دال شطبت با شطبت ناقص ألف زائد اثنين ألف ألف يساوي ناقص واحد زائد ثلاث اثنين إذا ألف تساوي اثنين من أول معادلة إذا ما دام طلعت ألف بتساوي اثنين بقدر أطلع دال إذا 4 ضرب 2 زائد 2 د يساوي صفر. 8 زائد 2 د يساوي صفر. 2 د تساوي ناقص 8 على 2 على 2 إذا د تساوي ناقص 4. أي معادلة المعادلة لازم يطلع باء. ألف طلعت 2. زائد، د طلعت ناقص أربعة، ناقص ب تساوي واحد. إذا، ناقص اثنين، ناقص ب يساوي واحد. زائد اثنين، زائد اثنين، إذا ناقص ب بتساوي ثلاث، يتضمن أنه ب بتساوي ناقص ثلاث. إذا، أصبح عندنا ألف معروفة با معروفة دال معروفة أصبح الاقتران واضح معالمه بدل با بدل ألف بدل د السؤال رقم أو المطلوب الثاني قيمة جيم قيمة جيم إيش هي؟ لما بتكون المشت... بتكون قاف فتحة الجيم بيساوي صفر خلينا نشوف الفرع الأولاني يعني قاف فتحة هاي الفرع الثاني قاف فتح الجيم تساوي ثلاثي جيم تربيع باقي ايش طلعت؟ ناقص ثلاث تساوي صفر منها ثلاثي جيم تربيع بتساوي ثلاث اي ان جيم تربيع بتساوي واحد اي ان جيم بتساوي زائد ناقص واحد اذا ج تساوي زائد ناقص واحد طيب نشوف هل ينتمي الى الفتره الواحد نعم ينتمي الى الفتره من صفر الى اثنين لكن الناقص واحد لا ينتمي الى الفتره اذا واحد ينتمي الى الفتره المفتوحه من صفر الى اثنين اذا هو اول قيم ج بتساوي واحد جيم بتساوي ناقص واحد لا تنتمي للفترة لا تنتمي للفترة المفتوحة من صفر إلى اثنين إذا هي مرفوضة الشق الثاني اثنين ألف ألف اثنين إذا اثنين في اثنين أربعة سين قاف فتح الجيم تساوي أربعة جيم 2 في 2 4 اللي ج زائد د د ناقص 4 ناقص 4 بتساوي صفر منها 4 ج ناقص 4 4 ج بتساوي 4 اذا على 4 على 4 اذا ج بتساوي 1 هي القيمه نفسها اللي طلعت معنا اذا قيمه ج بتساوي 1 هي الجيم التي تعينها النظريه طبعا رايحين نتناول احنا في هذا الدرس نظريتين نظريه رول انتهينا منها النظريه الجديده نظريه القيمه المتوسطه نشوف كمان نظريه القيمه المتوسطه ايش شروطها وشو نتائجها الشروط شروط النظريه قاف السين اقتران متصل على الفتره المغلقه من الف الى باء اثنين قاف السين قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة من ألف إلى ب بس إذا بس شرطين يعني هاي أعم من رول رول إلى حالة خاصة قاف الألف بساوي قاف الباء هاي عندي قاف سين متصل وقابل الاشتقاق ما هي النتيجة؟ نتيجة النظرية يوجد جيم على الأقل حيث جيم عدد حقيقي حيث جيم تنتهي من الفترة المفتوحة من ألف إلى باء بحيث أن قاف فتح الجيم تساوي قاف الباء ناقص قاف الألف على باء ناقص ألف هذه النظرية يقول لي هاي اقتران هاي عندي هاي اقتران هاي من عندي من ألف إلى باء الاقتران من ألف إلى باء متصل وقابل للاشتقاق إذاً فورا يوجد جيم نقطة على الأقل بحيث أن لما نيجي نرسم عند ج مماس بيكون ميل هذا المماس يساوي ميل القاطع الواصل بين النقطتين ألف وباء هاي و إذا هذول الاثنين بيكونوا إذا هم نفس الميل إلهم نفس الميل هاي النقطة جيم اذا قابل الاشتقاق المفتوحه ومتصل على المغلقه النتيجه انه يوجد جيم على الاقل ينتمي من الفتره المفتوحه من الف لباء بحيث ان قاف فتح الجيم يساوي قاف الباء ناقص قاف الالف على باء ناقص الف هاي شروط نظريه القيمه المتوسطه طبعا لما احنا بنقول نظريه شروط ونتيجه نشوف تطبيق عليها هاي الـ 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 الاسئله عباره عن تطبيق على هل تحقق الشروط؟ اذا تحققت شروط هل هناك نتيجه؟ زي ما قالت النظريه نشوف السؤال رقم واحد. إذا كان قاف السين ثلاث سين ناقص سين تربيع حيث سين أكبر من مساوي صفر أصغر من واحد سين زائد واحد سين أكبر من واحد أصغر من مساوي اثنين ابحث 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 في تحقق القيمة المتوسطة يعني ابحث في الشرطين تحقق شرط نظير القيمة على الفترة من صفر إلى اثنين ثم جد قيمة جيمة تعيينها النظرية إذا البحث واحد ثلاثي سين ناقص سين تربيع متصل على الفترة المغلقة من صفر إلى واحد على الفترة المغلقة من صفر إلى واحد لأنه كثير حدود وسين زائد واحد متصل على مغلقه من واحد الى اثنين مغلقه لانه كثير حدود ظل عليه نقطه الواحد نهايه لما س تقترب من الواحد من اليسار طبعا وين؟ في الثلاثه س ناقص س تربيع هل تساوي نهايه لما س تقترب من الواحد من اليمين ل س زائد واحد؟ نعوض ثلاثة في واحد ثلاث ناقص واحد اثنين هاي جوابها اثنين واحد زائد واحد اثنين اذا اثنين تساوي الاثنين اذا الاقتران ماله متصل عند س بتساوي واحد هاي ها. هاي هاي اذا كمان معلش هاي خليها نفتحها احسن مشان الان نقدر ناكدها من خلال الاتصال عند الواحد او بنقدر نقول متصل من جهه اليمين اذا متصل عند س بتساوي واحد اذا قاف س متصل على الفتره المغلقه من صفر ل اثنين هذا الاتصال اثنين شرط الثاني قاف فتح السين يساوي ثلاثي ناقص اثنين سين لما سين اكبر من الصفر اصغر من الواحد وواحد لما سين اكبر من الواحد اصغر من الاثنين قابل الاشتقاق على الفترة المفتوحة قابل الاشتقاق على الفترة المفتوحة ضل عندنا نشوف الواحد قاف فتحة الواحد من اليسار تساوي ثلاثة ناقص اثنين وساوي واحد قاف فتحة الواحد من اليمين تساوي واحد إذا قاف فتحة الواحد من اليسار ساوي قاف فتحة الواحد من اليمين إذا قاف السين قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة من صفر إلى اثنين. إذا نحقق شروط المتوسطة. ما هي القيمة التي تعينها ج؟ إذا قاف فتحة الجيم هل تساوي قاف الاثنين ناقص قاف الصفر على، لما تساويها بنشوف قيمة جيم، على اثنين ناقص صفر. نشوف الشق الأولاني. ثلاثي ناقص اثنين س يساوي قاف الاثنين قاف الاثنين تساوي ثلاث قاف الاثنين بتساوي ثلاث طيب وقاف الصفر قاف الصفر صفر ناقص صفر تساوي صفر على اثنين ناقص صفر على اثنين تمام قاف فتح الجيم اخذنا هذا الشق من, من الاشتقاق ثلاثة ناقص اثنين جيم تساوي قاف الاثنين قاف الاثنين اثنين زائد واحد ثلاث قاف الصفر صفر ناقص صفر صفر على اثنين ناقص صفر يساوي اثنين اذا نضرب ضرب تبادلي ستة ناقص اربعة وهنا كمان مرة بدنا جيم اذا هي جيم نعوضها مباشرة مشان نخفف الخطوات ستة ناقص أربعة ج يساوي ثلاث ناقص ستة ناقص ستة إذا ناقص أربعة جيم يساوي ثلاثة ناقص ستة يساوي ناقص, ناقص ثلاث على ناقص أربعة على ناقص أربعة إذا ج بتساوي ثلاثة على أربعة ج بتساوي ثلاثة على أربعة ثلاثة على أربعة هل تنتمي إلى الفترة؟ هل لما جيم بتساوي ثلاثة على أربعة هل جيم تنتمي من صفر إلى نعم ثلاثة على أربعة موجودة إذا ثلاثة على أربعة تنتمي للفترة المفتوحة من صفر إلى اثنين يوجد واحد على الأقل موجود لو اخذنا الواحد هل الواحد بيساوي ثلاثة على اثنين طبعا لا اذا بس جيم بتساوي ثلاثة على اربعة لانه لما ناخذها واحد الواحد لا يساوي ثلاثة على اثنين اذا هاي الشق الثاني اصلا مرفوض هيك بكون بحثنا في شروط النظرية واوجدنا قيمة جيم التي تحققها النظرية نتحدث عن انماط مختلفة من الاسئلة مشان تغطي كل معطيات النظرية شروطها ونتائجها خلينا نشوف إذا كان الاقتران قاف في هذا الاقتران ألف ناقص ثلاث وناقص سين تربيع زائد عشرة سين ناقص بأربعة يحقق نظرية القيمة المتوسطة ما يعني أنا محقق؟ إنه قاف السين متصل على الفترة المغلقة وقاف السين قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة من اثنين إلى ستة إذا خلينا نشوف أولا قاف السين متصل على اثنين وستة يتضمن ان قاف السين متصل عند س بتساوي اربعة هذا بيعطينا معلومة انه نهاية لمسين تقترب من الاربعة من اليسار لألف سين ناقص ثلاث بساوي نهاية لمسين تقترب من الاربعة من اليمين لناقص س تربيع زائد عشرة س ناقص ب عوض الأربعة نعوض الأربعة بصير عندنا أربعة ألف ناقص ثلاث شق الأولاني من اليسار بيساوي ناقص أربعة تربيع ناقص ستاش زائد عشرة في أربعة بأربعين ناقص ب با. إذا صارت المعادلة أربعة ألف زائد ب يساوي أربعين ناقص عشر هي أربعة وعشرين أربعة وعشرين وثلاث سبعة وعشرين هذه معادلة رقم واحد معادلة رقم اثنين جاي من قاف السين قابل للاشتقاق على الفترة المفتوحة من اثنين إلى ستة يتضمن نقاف فتح السين يساوي ألف لما سين أكبر من الاثنين أصغر من الأربعة ناقص اثنين سين زائد عشرة لما سين أكبر من الأربعة أصغر من الستة إذا مدام قبل اشتقاق على كل الفترة المفتوحة من اثنين إلى ستة إذا قاف فتح الأربعة من اليسار تساوي قاف فتح الأربعة من اليمين من اليسار ألف إذا من اليسار على طول عند الأربعة ألف تساوي من اليمين صارت عندي ناقص اثنين في أربعة بناقص ثمانية زائد عشرة اثنين إذا طلعت ألف بتساوي اثنين وعندي المعادلة 4 ضرب 2 زائد باء يساوي 27، 8 زائد باء يساوي 27 ناقص 8 ناقص 8 إذا باء بتساوي 27 ناقص 8 يساوي 19، إذا صار الاقتران كالتالي من مرة نشوف ما هي القيمة اللي بتحققها ج طلعنا ألف وباء إذا صار عندي ألف اثنين هل تساوي قاف الستة ناقص قاف الاثنين على ستة ناقص اثنين تساوي قاف الستة ناقص ستة وثلاثين ناقص ستة وثلاثين هاي زائد عشرة في ستة في ستين ناقص باء ناقص تسعة عشر هذا كله ناقص قاف الاثنين قاف الاثنين هي عبارة عن اثنين سين اثنين في اثنين أربعة ناقص ثلاث واحد على ستة ناقص اثنين يساوي أربعة هل لأنه هاي تمثل طرف المشتق إذا الاثنين تساوي ناقص ستة وثلاثين وستين أربعة وعشرين أربعة وعشرين, أربعة وعشرين ناقص تسعة عشر خمسة خمسة ناقص واحد أربعة على أربعة ويساوي واحد إذا هي لا تساوي اذا هاي تجيش منها ج ثاني ناقص اثنين ج زائد عشرة يساوي طلعناها هاي أربعة على أربعة طلعت واحد إذا على طول واحد ناقص عشرة ناقص عشرة إذا ناقص اثنين ج بتساوي واحد ناقص عشرة ناقص تسعة على ناقص اثنين على ناقص اثنين إذا ج بتساوي تسعة على اثنين اللي هي أربعة ونص والأربعة ونص وين تنتمي للفترة المفتوحة من 2 إلى ستة إذن هي قيمة جيم هيك حققنا الشروط وما دام حققنا الشروط عليها أوجدنا قيمة ألف وباء الموجودة وجدنا قيمة جيم نستعينها القيمة المتوسطة إلى هنا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم نتمنى أن نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته